الاملو ديالنا من بعد ما طحناه مع الزيت كيجي بحال هكا. غادي نضيفوا ليه العسل ومن بعد نخلطوه، يعني القياس ديالنا ديال العسل، كل واحد وشحال كيبغي يعني القياس. انا هنا تقريبا ضفت واحد. السلام عليكم احبائي، رجعنا لكم فيديو جديد ووصفه جديده. وصفه اليوم غتكون عباره عن املو بالزنجلان. نص كيلو الزنجلان انا ما درتوش كامل، درت غير نصو حيت كياخذ ليا الوقت في التنقيه، دونك درت نص ونص حتى من بعد اونصابو. بلا ما نطول عليكم ندوزو ديريكتومون للمراحل المقادير، عفوا طريقه التحضير. المقادير ما نحتاجوش بزاف، الزنجلان والعسل، ونقدروا نزيدو شويه ديال الزيت. المهم ندوزو مرحله مرحله. عندنا هنايا الزنجلان اللي نقيت مزيان، غادي نحاول نغسلو، ندير عليه الماء بحال هكا ونحاول نصفيه. الزنجلان هو هذا، درت عليه الماء الكافي حتى يغطيه، من بعد غادي نحركوه. باش الا فيه شي تراب ولا شي حاجه تحيد، واخا انا راه نقيته مزيان حيت منو حتى داك الحبيبات الصغار ديال التراب. من بعد غنجيب واحد الاناء اللي غادي نصفيو فيه، غادي نحاولوا نوضع واحد الشبيكه بحال هكا ونصفيو. كما قلت لكم انا درت غير نص الكميه حيت اول تجربه ليا صراحه، ما عمرني جربت املو بالزنجلان. كندير ديال اللوز، كندير ديال الكاوكاو، ديال الزنجلان اول مره غنجربو. داكشي غندير غير نصف الكميه عفوا، ونقول لكم في الاخر كيفاش جا. المهم كنحاولوا نصفيو هاد الزنجلان هنا مزيان، ديروا قطر في هاد الشبيكه حتى يقطر مزيان. هنا الا بقى لينا الزنجلان لاصق في الاناء كنكبو عليه الماء، نعاودو نكبوه هنا. من بعد ما كيقطر مزيان كندوزو في المقله حتى ينشف وكيتحمر شي شويه، و نرجعو معاكم باش نطحنوه. المهم نخليو الزنجلان ديالنا يقطر ومن بعد غادي ندوزوه في المقله. هنا من بعد ما قطر لينا الزنجلان شويه من الماء، مازال ماشي يعني ما نشفش تماما، انا نديرو في مقله في فراح ولا مقله ونخليه ينشف شويه ونبدا نحرك فيه مره مره حتى ينشف مزيان ويتحمر معانا ونرجع معاكم. هنا الزنجلان ديالنا بدا كينشف، انا تعملت ندير غير كميه صغيره باش دغيا ينشف ليا واش دغيا يتحمر، يعني ما بغيتش ندير بزاف باش ما بقاش كنشلي تعطلش ليا في التحرك. المهم هو بدا كينشف معانا، غادي نستمروا هكا بالتحريك حتى ينشف مزيان ويتحمر لينا شويه، ما نخليوش يتحرق، ومن بعد غنرجعوا معكم باش نطحنوه ان شاء الله. هنا درنا الكميه اللي بقات لينا حتى هي باش تنشف نحمروها. انا كنفضل يعني نغسلو يقطر شويه ونديرو ديريكت في المقله بلا ما نشرو في السطح ثاني، اولا حيت ربما عاوتاني يرجع يتوسخ في السطح مع الغبره، مع كيكونوا الفراخ في السطح يعني طايرين يوسخوه لينا ثاني. اللهم ديريكت ملي نغسلوه نجيبوه للمقله نسخنوه في المقله ونحمروه. غادي نحاول نطلقو بحال هكا في المقله باش ينشف ليا دغيا. من بعد ما ينشف نحمرو شي شويه ونرجع معاكم. هنا من بعد ما سالينا التحمار الزنجلان ديالنا ما محمرناش، يعني تيتحرك شويه وصافي تيولي كروستيون وصافي نحيدو بحال هكا. دابا غادي نطحنوه، غادي نجيبو، انا ما عنديش هذيك الان دو تخوا اللي يعني اللي كطحن مزيان، داكشي علاش غادي ندير غير في هذه. غادي نحاول نطحنو، نحاول نطحنو
والجمال. نطحنوا مزيان ونرجع معكم. هنا من بعد ما طحناه في الكاس ديال كاوكاو الصغير رديناه في الغرف ديال العصير بحال هكا، غادي نضيفوا ليه واحد المغرف ديال زيت العود، مغرفه عامره بحال هكا، وغادي نضيفوا مغرف ديال العسل. يعني الاملو ديالنا من بعد ما طحناه مع الزيت كيجي بحال هكا، غادي نضيفوا ليه العسل ومن بعد نخلطوه. يعني القياس ديالنا ديال العسل كل واحد وشحال كيبغي، يعني القياس. انا هنا تقريبا ضفت واحد معلقه ونص كبار ديال العسل، ممكن تضيفوا الذوق على حسب الذوق. هنا العسل دائما خليوه حتى الاخير عاد ضيفوه، حتى طحنوه مع الزيت مزيان عاد ضيفوا العسل. علاش؟ لانه الا ضفتوا معاه العسل وعاد خلطتوه في الخلاط الكهربائي غادي يجي لكم بحال هذه الطريقه، هذه يجيكم بحال هذا الشكل، كيجي عاقد، كيجي عاقد، ما كيجيش يعني هكا خفيف بحال املو. العسل ملي كتخلطيه مع تخلطوا مع الزنجلان كيولي كيجمع لينا داك الزنجلان، كيولي يعني كره كتله وحده. لذلك فما ديروش نفس الخطا اللي درت انا في الاول، درت خلطت العسل عاد من بعد في المره الثانيه درت خلطته مع زيت الزيتون عاد ضفت العسل في الاخير. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تجربوه، جربوا هذه الوصفة كتجي لذيذة ورائعة وصحية ومفيدة أكثرية للذاكرة ديال الأطفال. وإلى اللقاء، إلى فيديو قادم بحول الله.